والآن إلى فقرة من هنا وهناك، وأكيد مع الزميلين ليث والريان. ماذا في جعبتكما؟ أشياء كثيرة يا ريم. تفضل يا ليث. نبدأ من واقعة غريبة في بريطانيا، عملية سرقة لبطاقة ائتمان خاصة بزوجة رجل. إلى هنا الأمر عادي، لكن ما هو غير عادي أن الرجل لم يبلغ عن السرقة. الزوج وجد أن السارق ينفق أقل من زوجته ليتجاهل أمر الإبلاغ في الشرطة قبل أن تبلغ زوجته عن الأمر بعد رفضه مرارا فعل ذلك. شايفين الرجال شمنا إنه ما بدهم يحكموا الموضوع، فراحت هي الزوجة الفضحت. يعني هو بيعتبرها فعل خير وعمل خيري، يعني بيقول شكله رجال اللي صارق البطاقة يعني بيشتروا احتياجاته الأساسية أحسن صحيح. من زوجته. 2014 ما في شيء مستحيل في هذا، فلوس بين بعض صح؟ ليش لا؟ تفضل يا ليث. ننتقل الآن إلى الفوتبول ومشاكله. بعد أكثر من 13 شهراً في السجن، قضت محكمة برشلونة بالإفراج عن لاعب كرة القدم البرازيلي دانييل ألفيش المتورط في قضية اغتصاب في أحد ملاهي كاتالونيا هناك في برشلونة. إفراج مشروط كلف اللاعب المتهم أكثر من مليون دولار دفعها كفالة مع الاحتفاظ بباسبوره جواز سفره. ألفيش سيكون ملزما بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا فضلا عن منعه من الاقتراب من ضحيته، وذلك بانتظار حكم الاستئناف. أعتقد الناس ممكن يسامحوا على أخذ المنشطات، ولكن ما يسامحوا على موضوع الاغتصاب. صحيح. صراحة القضية أخذت فترة. بس المشكلة بأوروبا صار أي واحد يتطلع بالشخص يعني بالست بتحول، ممكن تكون قضية تحرش أو تحرش. يعني الموضوع هاي صعب. وأنت كيف تتعامل مع غضبك يا ليث؟ أنا الغضب دائما قبل الهوى. أنا بقول بصراحة وعلى يا ليث، أنت دائما منرفز على الهوى قبل الهوى. هدي أعصابك، الحياة حلوة، ده استمتع فقط، الحلم عند الغضب. ليث وريان شكرا لكم على هذه الأخبار، وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. انتظرونا يوم الأحد في نفس الموعد. إلى اللقاء.